مساء الخير على متابعي ومشاهدي أبو كبير ميديا. شفنا في محافظة سوهاج خلال الثلاث أيام الماضية الشاب محمد رشاد اللي بيظهر قدام حضراتكم في الصورة وماسك اللافتة اللي جنبه دي اللي كان بيبقى ماسكها وواقف ثلاث أيام على التوالي قدام استاد سوهاج الرياضي في مواجهة ديوان عام محافظة سوهاج. لا طالب شقة ولا وظيفة ولا أي حاجة غير مساعدته في أنه يعمل عملية زرع نخاع لطفليه آسر وحمزة برا مصر. آسر وحمزة مصابين بأنيميا فانكوني. أنيميا فانكوني الواحد فيهم بيبقى نايم كويس مفيش حاجة، يقوم والده بالليل يلاقيه نازف ومنزل دم كتير على المخدة. محمد كان شغال في إحدى الدول العربية وساب الشغل وساب السفر وجي هنا جنب أسرته علشان ولاده اللي تعبانين ومش لاقيين أو محتاجين تحديدا عملية زرع نخاع، عندهم فشل نخاعي ومحتاجين عملية زرع نخاعي. محمد رشاد دلوقتي هيحكي لنا حكايته ومعاناته ومناشدته لكافة المسؤولين في مصر، بداية من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرورا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم وزراء الداخلية والتضامن والصحة. هؤلاء هم الوزراء المعنيين بمشكلة ومناشدة محمد رشاد ابن محافظ سوهاج. بنرحب بيك يا استاذ محمد على منصة ابو كبير ميديا. بداية عرفنا بنفسك. الاسم محمد رشاد من سوهاج مركز البليانة تابع قرية برديس. حضرتك يعني انتوا عارفين يعني شفتوا السوشيال ميديا يعني بالنسبة كنت وقفت في سوهاج دي مش من فراغ والله. يعني ده الوقفة دي مش من فراغ، أنا لفيت كثير وتعبت ولفيت ما خليش مكان إلا يعني حبط باب عليه. فطبعاً رحت عملت تحليل للأطفال دي، آسر وحمزة 4 سنين، آسر وحمزة عنده سنة محتاجين عمل زرع نخاع. فطبعاً تبعت ما ده آسر ده حمزة ده عنده سنة واحدة وآسر كبير عنده 4 سنين. فرحت مشيت مع التأمين الصحي وعملت تحليل وكل حاجه، تحولت من تامين الصحه سوهاج للتامين الصحي اطفال مصر في السيده زينب. فقال لي الدكتور اعمل تحليل توافق بين الاب والام عشان التحليل ده لو جاء 100% هنقدر نزرع اللي هو اسر كبير لعمليه زرع النخاع. ففعلا راح التحليل جاء 50% نص اسمه نص توافق. فنص توافق طبعا ده صعب انه ياخذ صعب انه احنا نقدر نزرع للطفل الاسر الكبير. فطبعا جت 50%. رحت كشفت عند دكتور خاص اللي هو بيعمل العمليات دي، بيقول لي العمليه دي صعبه، عنده انيميا فانكوني ما ينفعش نزرع بيها 50%، لازم يكون 100%. فطبعا 50% صعبه. رحت للدكتور التامين الصحي فبتقول لي احولك تعمل نص 50% انت والمدام حد ياخده مثلا عينه منك او من الام ونزرع الطفل الكبير. قلت لي انا كشفت عند دكتور فلان الفلاني دكتور كبير وهي عارفاه. قال لي هو مش هينفع نزرع لك ب 50% دي، لازم يكون 100% عشان دي انيميا فانكوني صعبه. فطبعا قلت خلاص عملت، طبعا قلت لعل وعسى اجمع في الاقارب في ناسي في نسباتي في اخواتي في اي حد. عملت تحليل جت صفر غير طبيعيين، ما قلتش حل ثاني. طيب الحل ايه؟ طيب انا اهل الخير قالوا لي ممكن تعمل تبع التضامن وزاره التضامن الاجتماعي، ممكن تعمل ورق وممكن لعيال السفر برا مصر وممكن يلقوا فصيله ليهم او يلقوا علاج ليهم، وخصوصا ان في بلد ثانيه بدول متقدمه فيها عندها حالات جزئيه زي بنك الدم عندنا كده في مصر. فعلا عملت الاوراق دي المطلوبه وكل حاجه والملف بتاعي خد رقم صادر ومن وزاره التضامن وخش جهاز وزاره الصحه وفتره معينه
هنا عطوني يعني قالوا لي ان شاء الله من يوم كذا ليوم كذا هيتناقش الملف بتاعك ونقدر نسفرك ونسفر عيالك او يردوا عليك، يعني تشكل لجنه بالاطفال يعني بالملف بتاع الاطفال. فما حدش رد عليا ولا حد عبرني ولا قال لي ايه رايح تعمل ايه ولا استنى ولا اتحرك، وقفت محل سرك. فانا كنت مسافر، قلت اغيب مثلا شويه عشان بس ما فيش دخل ليا ولا شغلانه، قلت مثلا لغايه ما يرد عليا واقبل انزل تاني من الدول العربيه كنت شغال فيها. ما حدش رد عليا الفتره دي. طبعا الواد تعب ونزف دم واتحجز في السواق العام عندنا في الجامعه وما لقيتش حل. طب انا بقيت اتواصل مع ناس يقول لي لسه الملف لسه الملف، فقلت خلاص حاجه من اتنين، لا اقعد في الغربه لا اقعد مع وسط عيالي، فاخترت اني اقعد وسط العيال اشوف لي صرفه ليهم. فطبعا ما لقيتش حل. فانا وقفت في سوهاج امام ديوان عام المحافظ امام الساد الرياضي بتاع سوهاج مش من فراغ. انا والله تعبت وعايز حد مسؤول او حد في الدوله حد يراعي الظروف يصفى العيال دي برا لو لقي فصيله ليهم او يجمع لهم فصيله من برا او يشوف لهم علاج او عمليه عشان ما فيش دخل. يا استاذ محمد انت محتاج فتح حساب تبرعات اللي بيتم في وزاره التضامن الاجتماعي زي ما حصل مع رقيه ابنه محافظه الاسكندريه اللي كانت محتاجه بحقنه تقريبا ثمنها محتاجه حقنه ثمنها تقريبا 40 مليون جنيه. التبرعات وفتح الحساب جمع لها يعني رقم تخطى المبلغ المطلوب. فانت عايز فتح حساب في التضامن الاجتماعي اللي بيها يعني يجي لك فيه تبرعات من كافه انحاء العالم مش بس مصر ولا سوهاج ولا البليانه علشان تقدر تسفر ولاده اسر وحمزه خارج مصر يعملوا عمليه زرع النخاع ده علشان تشوفهم ان شاء الله طبيعيين اسوياء تقر بهم عينك وعين والدتهم وعين واعين اسرتهم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا يعني عايز اقول لك اهل الخير في كل مكان ونص الصعيد وكرم الصعيد وبرا مصر وجوه مصر، ناس بتواصل معايا كثير بتقول لي مثلا لو ان شاء الله في فتح حساب جاي من جهه معتمده ما تقلقش من حاجه، العيال دي احنا عيالنا كلنا مش وحدك، احنا مش هنسيبك وما تقلقش من حاجه وان شاء الله باذن الله خير. فطبعا ديت انا اقل حاجه رحت التضامن عشان يفتحوا لي حساب، ده اقل حاجه عملتها عشان مثلا القى علاجي في مصر. انا مش عايز اسافر بره مصر، لو عيالي ليهم علاجي في مصر هنا اعالجهم بدل ما اتبهدل واروح واجي وطيران وجاي ودول ما اعرفهاش هي واضحه. فانا يعني لو عيالي ليهم علاج في مصر هنا او مثلا علاج مثلا من بره مصر يجي ما عنديش مانع، انا اهم حاجه اعالج عيالي. لما وقفت قدام الاستاد في مواجهه محافظه ديوان محافظه سوهاج يا استاذ محمد، حد تواصل معاك من المسؤولين؟ قابلت حد؟ ايه اللي جد بعد ما انت وقفت؟ والله بعد ما وقفت على طول يعني في خلال ساعات يعني تواصلوا معايا جماعه التضامن واللي في من طرف ديوان عام المحافظ مديريه التضامن الاجتماعي قالوا لي انت ان شاء الله يوم الثلاث المحافظ منتظرك، وفي بيكون في كل يوم ثلاث المحافظ يعني بيستقبل المواطنين والناس يعني اي حد عنده شكاوي بيقدر يحل لهم المشاكل بتاعتهم. ففعلا رحت له امس كنت موجود عنده وفعلا راجل يعني بصراحه شخصيه محترمه ديوان عام المحافظ قال لي ان شاء الله باذن الله خير وما تقلقش من حاجه وانا ان شاء الله باذن الله الموضوع ده يعني لا انا يعني المشوار ده مش همشي فيه، ده انا هجري جري فيها عشان خاطر باذن الله اقدر اساعدك في الموضوع بتاع العيال ده. فمنتظر ان شاء الله باذن الله حد يرد عليا من تضامن من وزاره الصحه من اي جهه امنيه او اي مكان في الدوله يعني بحس ان العيال دي سافر برا او تقعد في مصر تعالجوهم يجيبوا لهم علاج من برا. اهم حاجه يلقوا صرفه. زوجة حضرتك قريبتك علشان ده مثلا الدكاتره يقول لك ده مرض وراثي، هل المرض ده مثلا ظهر في العيلة عند حضرتك او عند اخت الزوجه؟ يعني شفتوه في البلد قبل كده الانيميا الفرنكوني ده؟ والله هو عامه دي مش قريبتي، ده هي من بلد وانا من بلد. يعني مش قريبتك؟ مش قريبتي، ده هي من بلد وانا من بلد. فطبعا الدكتور بتقول ده وراثه. طب انا سالت ناس حد تعبان حد عنده مرض مثلا في الاجداد مثلا؟ ما فيش. طب ناس المدام في حد تعبان في الاجداد؟ ما فيش. ما هو ما تعرفش يعني الحمد لله كل حال يعني هو اراد الله كده. ممكن يبقى مرض وراثي مش شرط، على حد معلوماتي مش شرط يبقى حد كان في العيله مريض، لكن ممكن تبقى نسبه معينه في الاسره وبتظهر وبتكتمل في يعني النصيب عند اولاد حضرتك. والله والحمد لله احنا نؤمن بالقدر بخير وشر سبحانه وتعالى، يعني نقول الحمد لله
واللي ربنا يعني اللي كاتبه هو نقول الحمد لله عليها. بس إذن متابعي ومشاهدي منصة أبو كبير ميديا، رصدنا لكم في بثنا المباشر من محافظة سوهاج وتحديدا من قرية المعصرة بناحية قرية برديس التابعة لمركز البليانة جنوب محافظة سوهاج، أقصى جنوب محافظة سوهاج، مناشدة ومعاناة وأمل ورجاء محمد رشاد والد الطفلين آسر وحمزة. طفليه عندهم أنيميا فانكوني، عندهم فشل نخاعي، محتاجين عملية زرع نخاع. الطفل فيهم بيبقى نايم على المخدة كويس ما فيهوش حاجة، يقوم بالليل يلاقيه نازف ومغرق المخدة ومغرق السرير الدم. عشان كده محمد بعد ما طرق كافة الإجراءات الرسمية والروتينية وحاول بشتى الطرق أنه يعمل العمليات لأولاده، لكن ما وفقش بسبب عدم توافق الفصيلة بنسبة 100% كما هو مطلوب لعملية زرع النخاع. محمد لجأ لحيلة وحل ربنا هداه ليه، يمكن إن شاء الله ده يكون سبب في توصيل صوته وتفريج كربته، وهو إنه نفذ لافتة وصمم لافتة اللي تظهر قدام حضراتكم في البث المباشر، ووقف بيها قدام استاد سوهاج الرياضي في مواجهة ديوان عام محافظة سوهاج 3 أيام على أمل حد يوصل صوته، ويمكن يكون للسوشيال ميديا دور في توصيل صوته وتفريج الهم والكرب عن أسرته وعن طفله. أخيرا محافظ سوهاج التقاه أمس الثلاثاء ضمن اللقاء الجماهيري الأسبوعي الذي يعقده محافظ سوهاج الثلاثاء من كل أسبوع، ووعده أنه مش هيمشي في موضوعه بس، ده هو هيجري جري في موضوعه، وكمان ليه علاقات خارج مصر. إن شاء الله نتعشم وكلنا أمل في الله ثم في محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي. شكرا متابعي ومشاهدي منصة أبو كبير ميديا على حسن المشاهدة وطيب المتابعة.